قرار تاريخي للحكومة الفنزويلية إذ قررت التخلي عن استخدام الدولار في تعاملات البلاد الرسمية. هذا الإعلان جاء على لسان نائب الرئيس الفنزويلي للشؤون الاقتصادية طارق العيسمي، الذي أكد أن كاراكاس ستعتمد في جميع تعاملاتها في سوق الصرف على اليورو بدلا من العملة الأمريكية. سنحول جميع التعاملات في سوق صرف العملات إلى اليورو وعملات أخرى قابلة للتحويل، نعود إلى المخطط مع اليورو. ومن هذا المنطلق فإن التداولات والقروض المقدمة من النظام المالي الوطني ستكون باليورو أو باليوان أو أي عملة قابلة للتحويل. العيسمي وفي تصريحاته لفت إلى أن الدولار الأمريكي استخدم كسلاح في الهجمات الاقتصادية التي استهدفت فنزويلا، وأضاف نائب الرئيس الفنزويلي أن كاراكاس قررت توفير ملياري يورو لسوق الصرف الوطنية بواسطة الآليات المالية القائمة، وذكر كذلك أن السلطات التنفيذية ستطلب من الجمعية التأسيسية إصدار التشريعات ستعاقب المنظمات أو الأشخاص المسؤولين عن تهريب العملة الفنزويلية إلى الخارج. من هذا المنطلق نؤكد أن هذا الإجراء هو أفضل مساعدة يمكننا تقديمها لشعب فنزويلا بهدف سحب مخالب الإمبريالية المجرمة من بلادنا وحصولنا على الحرية. لن نصبح مستعمرة لأحد. العيسمي طلب من الجهات المختصة البدء بالعمل بنظام مصرفي جديد للتحويلات المالية بسبب الحصار الأمريكي الاقتصادي للبلاد، موضحا أن بلاده أحرزت تقدما بعملياتها التجارية مع آسيا وأوروبا بفضل برنامج الإنعاش الاقتصادي للحكومة والهادف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.